انا مبسوط مبسوط، لا بدي اطلع جامعة بكره، انا مبسوط على هذه المنافسه. اي اكيد مبسوط على المنافسه، انا بعتبر حالي عم نافس اشخاص مثلكم حبيبي، عم نافس اشخاص على مستوى وعالي. انا بعد والله العظيم انا قبل دقائق انا مفكر بهذا الموضوع، ما نزع علينا هذا الفيلم لانه بهيدا السيزون حياخذ ضجه وحيبقى صدى براس العالم انه السيزون اللي جاي فيه مرتضى وعلي ومروان وهايدي ورفايق، كلنا حنعمل ضجه لبعض ان شاء الله. بقول لك على شيء، انت دائما واي مكان يعني في الحياه تعلم يعني اي شيء بتاخذه تحدى نفسك احفظه وغنيه ركز فيه. انت لو طلعت تعال صدقني بتحس بكل حاجه، بس يمكن عشانك انت تعني يعني مساله انه إيه اكيد انت مبسوطه ولا انت زعلان؟ مساله انه انا لا انت ولك جد ولا انت مالك جد؟ مين بده شيء؟ بدك شاي شيء؟ تسلمين يا حبيبي. تسلمين. انا غلطت في شيء اقول عشان الاغنيه اللي ما حبيتها حنان يعني بتزيد الطين بله احمر لون ان شاء الله، انا حتحدى بهذه الاغنيه ضروري حتحدى بها نفسي يعني مو ضروري ومو لازم تقول لاحد انا حبيت الاغنيه ما حبيت الاغنيه. الأغنية جيت تغنيها لا خلاص إذا أنا حردبت بتيف مثل كيف صاير بعفان يعني أنت غلطت مرة مرتين ثلاث إنه أنت لما تبدأ تغني بحسبوك بالكلام يا مرت يعني عم بقول لك مرتضى شفت مدام كلوديا شو قالت لك؟